كيفك؟ منيحة، رايحة على الورشة. حدا خبرك مشان العشاء تبع المساء؟ لا، ليش؟ بابا عزم جسور على مدار على العشاء الليلة وقال لازم الكل يكونوا موجودين. شوفك. شيرين اعطيني وحدة كمان. هي الثالثة، مو منيحة تكتري جايدة خانم. طيب أنا شو أعمل؟ البيبي اللي بده. ماشي، تفضلي. صحة وهنا على قلبه. تعالي سوهان، تعالي دعميني شوي. انتو ليش ضايعين لهالدرجة؟ ايه أصلا نحنا بنعمل هيك أكل كل يوم. لما بيتقلعوا الموظفين هيك بيصير، يلي بيشوفنا بيقول مستحيل يلحقوا. خلاص عندي. هاي عزيمة خاصة إله ولا ما بتعرفي؟ ليه عم تسألوني شو بكون؟ اسألوا بابا، هو يلي عزم الزلمة. أنا قصدي إذا العزيمة بتخص الشغل فلازم نعزم بولاند كمان. لا، شو هالحكي هاد؟ أسفة، يعني برأيي إنه مو حلوة يجي بدون عزيمة. أسفة لأني عم أتدخل. عجبتني الفكرة. إيه طيب، إيه هيك، ها عزمه. رح حاكي. طلعي اطلعتي اللحمة كمان. لك هلأ صاروا 6 أشخاص. بنتي لا تلتهي، خلصي. ايه روقي، رح اعطيكي اللحمة. اوف ماشي. لك معقول يكون عنده شخصية وقحة هالقد؟ يعني معقول عم يزبطكن انتو التنتين سوا؟ جاهدة عندها حق، في خطط تانية براسها الرجال، يعني اكيد هالشي مو مشاني. لكن لازم خلي كمال يفتح عيونه كتير منيح، ولا منصير لعبة بإيد هذا الزلمة. يعني قصدي إذا كان عنده نية سيئة. ما كنتي تحكي على بولاند؟ أخ يا سوهان، ليه ما عم تفهميني؟ أنا ما بدي يأذوكي بنوب. يا الله دخيلك، هذا شكله شرف. أهلا وسهلا جسور بي. يسعد مساكي. أريحان خانم، كيف صحتك؟ الحمد لله، نشكر الله. إن شاء الله دائما هيك. شو وين بانو؟ مو هون، راحت على اسطنبول. كيفك شيرين؟ أنا منيحة. جسور على مدار، تعال لنشوف. تفضل، جاي لعندكم. مساء الخير. شو بتحب تشرب؟ لا ما في داعي، رح اشرب مع الاكل. لا تلتقمي لهي الدرجة، يعني ما بين شي لسه. انا ماني مثلك سوهان، مشتي اضربه بالشوبك على راسه. جسور، نحن حابين تعلمنا شغل البورصة. لا ولو، لا تحكي هيك، انا ما راح اعطيكم دروس، انا بس بدي اعرض عليكم تجاربي لليوم. باخر فترة باي شركات عم تستثمر؟ ممكن نعرف جسور؟ اوه، كنتنا فاتت بالشغل بسرعة. بس سؤالها صح، وانا بدي اعرف كمان. بوزع المخاطر بنسبة متساوية بين المعروض بالسوق. مساء الخير. و أهلا وسهلا. بابا، أنا كنت طالعة مع بولانت على العشاء، بس لما أنت أجبرتنا على العشاء قلت بعزمه، يعني شو بدي أعمل؟ قال أجبرتنا. قال انبسطت كتير بشوفتك تحسين بيك. بيضل ابن أمه، تعال. أهلا وسهلا بولاند. أهلين فيكي. بالنسبة للسؤال، إيه أنا بوزع المخاطر بنسبة متساوية، لأنه لازم الاستثمار بتحب يكون. بتحب تشرب شي؟ أنا مو. لا تعبي حالك، جاي لعندك. المهم تقييم الاستثمار على المدى الطويل، لهيك لازم ناخد بعين الاعتبار المتوسط السنوي لكل شركة والعائد النفعي تبع هالشركة لهذا اليوم. حط لك تلج؟ لا، هيك منيح. شرح لي هالحكي باللغة اللي أنا بفهم فيها. وين لازم استثمر وقديش رح يربح المليون؟ شفت كيف بابا بيفكر؟ كل شي عنده مثل سبق الخيل، وين رح استثمر وقديش رح أربح. يعني في شركات كتيرة هون، وهالشي بيبين نتيجة أعمال طويلة. بتحب إنه نطلع لبرا؟ أوكي بنطلع. لحظة واحدة، هلأ بيكون برد برا. شكرا لك. وين رايحين؟ لبرا شوي بابا.
أوف، رح اختنق من هالقعدة. شو الموضوع؟ انتزعت علاقتك معه؟ انت شو عم تقول؟ مو عزمتيني مشان هذا الشيء؟ لتصيري أعصاب أبوك أو جسور ولا الاثنين مع بعض؟ لكان هيك مفكر الموضوع؟ أنا عزمتك. مو مهم ليش؟ المهم إنه كان بدك ياني بهاي السهرة. ومثل ما نحن كنا سوا من زمان، كل ما مديتي إيدك لإلي رح بتلاقيني دائما جنبك، ولهيك شو ما كان السبب أبدا ما بتفرق معي. أنا بتشكرك. أنا بالفترة الأخيرة عن جد عقلي كتير تشوش من لما سألتني هداك السؤال. عن جد بدي أفكر باللي أنت قلت لي إياه. أنا قلت لك أني ما رح أضغط عليكي بهالقصة. الكل ممكن أنه يغلط، بس أنا ما بدي أغلط بنوب. وهذا بكفي. يلا قوموا على الأكل، تفضل. يلا يلا بلا ما يعصب بابا. تعال. ايه هي آمنة. شكرا لك. آمنة لما يكون استثمار بموضوع تكلفته منخفضة شوي وطويل المدى. قصدك انه ما فينا نضرب ونهرب بهذا الشغل؟ عواطف بهالشغل ما في. وانت ما رح تلاقي صعوبة بهالموضوع؟ ابدا، انا بارد شوي. اي بس لازم نفهم كيف هي الحركات المالية لحتى نتعقب الشركات كتير منيح. هالشغل مو سهل. بس برأيي انه مثل هيك قصة كبيرة كتير على مخه لابني. الله يسامحك عمي، معقول هذا الحكي؟ إذا مسك الجريدة ما بيعرف يقرأ غير صفحة الرياضة، ما بيفهم بالاقتصاد. يلا بابا يلا، نزع سمعتي كمان يا حبيبي الحنون. طيب اتعلم من جسور يا ابني. كرمال الله خلصنا. الحقيقة بهالأيام الجاية في فرصة بتقدروا تستثمروا فيها بنسبة ضئيلة. احكي ليش عم تستنى لهلأ؟ شركة إلى نفوذ عم تتحد مع عملاق بالسوق. طيب مين هو؟ يونيك ألبكس للكيماويات، رح يشتري كونوكيوم الإنجليزي للاتصالات. بلش الصاحي يسجل هدول الملاحظات. ها وفتحت نت لحتى أشوف. ورجيني. أنا بعرفه، هذا ما كان مفلس؟ بصراحة هو من زمان ما ربح مصاري من السوق، بس لهلأ صامد. كونوكيوم تريد شركة كبيرة كتير، ومن أهم 50 شركة. معناتها نحن رح نربح كتير. يعني بهالحالة الكل بيستثمر والكل بيربح، كيف بيصير هذا الشغل؟ مو هذا البيع سري لحد هذا اليوم، يعني ما حدا دري بهالبيع حتى اللي بالسوق ولا حتى المستثمرين. وانت بتنصحنا؟ بس لحظة، ما فهمت كيف عرفت بهالموضوع. أنا في إلي ناسي، يعني بتصلني هيك أخبار. بس طالما هي معلومة سرية لهالدرجة، ليش قلت لكل يلي هون؟ لأنه أنا رح صير شريك لإلكون. لاحقين على هذا الموضوع، بالأول خلينا نربح مصاري. عن جد أنا بحبه لهالشاب يا جماعة. والله أنا بحبه، شو بدي أعمل.